الاخير. المشوار الاخير نحو اللقب. يمشي شنايدر والراسية بتاتي خطيرة، ميليتو لم يسدد، ممتازة من فيليبي ميلو، رائع ميلو، اروع من مايكون، والتصديم الهدف، ولا احلى يا مايكون، ابن برازيلي يا برازيلي، ابن السيساو مايكون، تاريخ الانتبار، مدافع كانه تشاندرو كامبيستا، تشاندرو كامبيستا كانه اتاكانتي، مش ممكن يا مايكون، شوف الكورة واتكلم، شوف الهدف من مدافع عينه متعلم، شوف مايكون في اغلى اهدافه، سادس اهدافه والاحلى، سادس اهدافه والاهم، سادس اهدافه عنوان المنافسة على اللقب. هذا هو الهدف اللي شفناه، هذا الهدف اللي حكينا عليه، هذا الهدف اللي قلت من سيصطاد به التالي، جاء الان باخر ربع ساعة في سادس اهداف واحلام، اروع مهمهم، شوف مايكون لاعب كبير يا ولد بالركبة والثانية بالصدر ويعاود الركبة، ركبتين وصدر وضربة باليمين وكورة ولا بالاحلام، واحد بطريقة الافلام بطريقة الكبار، ماذا تقل عن زيزو في هذه؟ ماذا ينقصك عن ميسي في هذه؟ شوف المهاجم ما لعبهاش، ميليتو ما مشاتش لكن تمشي مع الباك رايت، مايكون ابن برازيلي وكفى، باستا يا المو، باستا يا مورينهو، فينشيري باستا قال نربح و 13 الانتر يسجل في الهزيمة، ممكن 13 اليوفي، رقم 13 الليلة الرقم هو القاسم المشترك، وحتى ممكن طيارتي بكرة على الساعة 13، 48 ساعة سيذهب للتركيز على معركة البلوغرانا، ولا بالأحلام يا ولد، ولا بالأفلام يا ولد، لا تنقص على زيزو بهذه الكورة ولا ميسي.